فهو ال m زائد تغير في l مقسوما على التغير في l زائد تغير في h c m. مباشرة راح نعوض. طبعا هنا ال l m هي شو تمثل لنا طلابي؟ هي شو تمثل لنا؟ قلنا أصغر حد للفئة. لو بس نرجع نشوفها اللي هو ثواني الكلاس باوند. اوكي شوفوا هذا هو بالنسبة للكلاس باوند. يعني احنا من نجي نشتغل على الفئة اللي اختاريناها واللي حصلنا فيها على ايش؟ على اكثر تكرار. نرجع لهذا هنا سبعة عدد صحيح، أربعة خمسة زائدا هنا نختصرها CM اللي هو إيش class width 0.4. التغير في L اللي هي التكرار الفئة العليا ناقصا الفئة السابقة. شقد كانت التكرار الفئة العليا عندي؟ 10 ناقصا السابقة اللي هي شقد؟ اللي هي 8. نجي على اللي جوا أيضا 10 ناقصا 8 زائدا التغير في H. هالمرة التكرار أعلى تكرار ويا اللاحقة يعني اللي بعدها اللي هي 10 ناقصا 7. أوكي يعني عملية قسمة وضرب إلى آخره، فراح يطلع لنا 7 عدد صحيح وستة واحد، وهذا أيضا شيء يمثل لنا داخل الرينج، وهذا شيء صحيح. ونفس الحالة الميديان لأن طلاب على مود الوقت، ما شاء الله لا يركض. دا نحاول نحل لكم أكبر قدر ممكن من الأمثلة طلاب الأعزاء. أوكي هسه حنحاول نحل الداتا الثانية. اوكي حسب هذا الداتا، طبعا الخطوة رقم واحد مثل ما قلنا لازم نعرف عددها، فواحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، فأربعة في تسعة شقد يطلع لنا؟ 36 قيمة حسب ال 1 يونت اللي هنا. إذا هو 0.1 لكونه إنه مرتبة واحدة بعد الفارزة، فإذا أوكي خلي نروح نشتغلها. فإذا N تساوي لنا 36، ال1 يونت ان ال اس دي ايش قد يساوي لنا؟ 0.1. اوكي نجي هسه نستخرج الرينج اللي هو أكبر قيمة مطروحة من أصغر قيمة، وحسب هذا هو 6 على الصحيح و3 ناقص 1 على الصحيح و8، فيطلع لنا 4.5. هاي بالنسبة للرينج، ومن ثم راح نطلع التوتال ويدث. بالنسبة للتوتال ويدث هاي الخطوة الثانية، توتال ويدث ايش راح يساوي لي؟ حيساوي لي 4 على الصحيح ونصف زائدا 0.1، إذا هو عبارة عن 4.6. هذا هي قيمتها. هسه بعدها لازم نستخرج الكلاس ويدث، هاي الخطوة رقم 3 اللي هي الكلاس ويدث. حسب هنا الكلاس ويدث أول شيء، طبعا احنا بما أنه القيم هي 36، إذا هي من 5 إلى 10 خلينا نقول حدود. فمن نجي هنا هسه بالنسبة للأول وحدة الكلاس ويدث، شلون نجي نستخرجها؟ 4 عدد صحيح وستة بالعشرة اللي هي تمثل لنا توتال ويدث، نقسمها على أول حد اللي هي 5،
حيطلع لنا 0.92. طبعا هذا ايضا هذا ما ينفعنا، لان احنا بالنسبة لنا احنا الفئات هي عبارة عن 0.1. نجي نروح على الفئة اللي بعدها، خلينا نقول 4 و6. 4 و6 حنقسمها على اليمين، حنقسمها على 6 حتطلع لنا 0.76، وهذه ايضا غير صحيحة. وهكذا وهكذا بالنسبة للسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، كلها راح تطلع قيم خارج الحدود. فإذا إيش راح نسوي؟ راح نعمل التالي، راح نضيف وعليه نضيف بمقدار 0.1 اللي هو شيء مثل 0.1 اللي هو ال 1 unit in LSD. أوكي، المن نضيفه طلاب الأعزاء راح نضيفه للتوتال ويدث، يضاف المن يضاف إلى توتال ويدث. فبالتالي ورما نضيفه للتوتال ويدث معناته هسه التوتال ويدث شو راح يساوي لي؟ راح يساوي 4 عدد صحيح و6 زائد 0.1 راح يكون 4 عدد صحيح و7 بالعشرة. هسه كأنه هذا التوتال ويدث الجديد، وراح نحاول من خلاله نستخرج الكلاس ويدث. فلهذا راح نقول اوكي الكلاس ويدث الجديدة شو راح تساوي لنا؟ 4 عدد صحيح و7 مقسوما على 5 راح يطلع لي 0.94. هذا ايضا شبيه ايضا مرفوض. نذهب على اللي بعده. اذا 4 على الصحيح و7 حنقسمها على 6 ايضا يطلع لنا 0.78، وهذا ايضا مرفوض. فبالتالي نفس الحاله وهكذا لبقيه اوكي القيم، يعني السبعة والثمانية والتسعة والعشرة. إذا للمرة الثانية شو راح نسوي؟ راح نضيف 0.1 إذن للتوتال ويدث. أوكي، فمعناته التوتال ويدث هنا مش راح يصير، حيصير 4 عدد صحيح و7 مضافة إليه 1.0.1 حيطلع لنا 4 عدد صحيح و8. هسا هذا التوتال ويدث الجديد. طلاب ننتبه، إيش قد لحد الآن ضفنا؟ ضفنا بمقدار 0.2، يعني أول مرة 0.1 وبعدين أيضا 0.1 الإجمالي 0.2. هاي ما ننساها، خليها ببالك. أوكي، إذن هسه نجي نكمل. جاب الكلاس ويدث شو يساوي لنا؟ 4 على الصحيح و8 مقسوم على 5 حيطلع لنا 0.96، أيضا يرفض. اللي بعدها 4 على الصحيح و8 على 6 حيطلع لنا 0.8، وأخيرا حصلنا على قيمة من الممكن أنه احنا نستخدمها. أوكي، ما ننسى أي إن تم إضافة مرتين على المدى الكلي اللي هو التوتال ويدث بمقدار جيد، حتى لا أنساها، بمقدار 0.2. أوكي، ولما استخرجناها إذن هسه راح أقدر أستخرج ما يعرف بالكلاس أنرفل، اللي هي عبارة عن 0.8 ناقصا 0.1 حيطلع لنا 0.7. سهاي القيمة الجديدة. هسه طلاب راح أبدي أستخرج القيم الموجودة. فمن أجي إذا أستخرج، طبعا وين وقفنا؟ 6. وين وقفنا طلابي؟ 6. أوكي، فنجي 1 2 3
أربعة خمسة ستة. أصغر قيمة بدينا بيها شقد كانت؟ واحد عدد صحيح، واحد عدد صحيح. أوكي خلينا نقول هنا أنا واحد عدد بس، هو ثواني خلي. أوكي ننزل شوية، هنا اثنين وهنا واحد، فواحد عدد صحيح وثمانية. أوكي وين انتهينا؟ لحد السادس اللي هو شقد كان. بعد ساعة شو حسوي؟ أنا حخلي مثل ما كان بالبداية، بس انتبهوا علي. شقد كان؟ ستة وثلاثة. شقد كان؟ ستة وثلاثة. انتبهوا علي. هو المفروض أنا مباشرة، أوكي أنا فاهم الموضوع، المفروض مباشرة حقول لا، أنا ما أخليه ستة وثلاثة، لأن أنا بالأصل ضفت بمقدار 0.2، فبالتالي إيش قد صار؟ صار عبارة عن ستة وخمسة، مفهوم طلاب؟ لهذا ما راح أكتب ستة وثلاثة، حكتب ستة وخمسة. ليش؟ لكوني أنا مرتين ضفت بمقدار 0.1، فلهذا حيكون ستة ونصف. نجي هسه نكمل بالنسبة للليمت. هذا بالنسبة للليمت، نجي نكمل. الليمت طلاب الأعزاء، شلون نستخرج القيمة اللي بعدها؟ إيش راح أضيف له؟ مثل ما قلنا إيش راح نضيف؟ راح نضيف مقدار إيش؟ الأنرفال. أوكي هناك هنا حسب هذا المثال الانرفال ايش قد مقدار قيمته؟ هو 0.7، فمباشرة اذا هنا ايش راح يصير؟ 2.5. وهنا من نجي نريد ننزل القيمة الثانية، هي عبارة عن هاي الحد الاعلى الفئة الاولى مضافة اليه ال1 يونت، ايش قد ال1 يونت؟ هي عبارة عن 0.1، فراح يصير 2.6. وهنا راح نضيف الانرفال، فراح يكون 3 عدد صحيح وثلاثة، وهكذا طلاب. فيصير هنا ثلاثة عدد صحيح وأربعة، أربعة واحد. هنا حيصير عدد أربعة عدد صحيح واثنين، وهنا أربعة وتسعة، أربعة وتسعة. هنا حيكون خمسة، وهنا خمسة عدد صحيح وسبعة. هنا حصير خمسة عدد صحيح وثمانية، ونضيف لها 0.7 حصير 6 عدد صحيح ونصف. إذا حكينا صحيح وما بي أي مشكل. هسه شو راح نستخرج؟ راح نستخرج الباوندر. هذا المكان شوية بي مشكل. طلاب حمشي بالعكس، أنا بهالصيغة بكت أكو مجال والله حتى بهذه الصيغة. المهم تعرفون إنه هنا هو الباوندر، راح أبدي أكتب القيم مالته. شلون كنا نستخرجه؟ شلون نستخرجه؟ مثل ما قلنا هو نصف قيمة ال1 يونت إن إل إس دي. وش قد هي قيمة ال1 يونت؟ هي عبارة عن 0.1 بالقسمة على 2 حصير 0.05، ونبدي نشتغلها. نطرح من الحد الأول، نطرح من الحد الأول الأدنى للفئة الأولى بمقدار نصف قيمة ال 1 يونت ان ال اس دي. فلهذا القيمة الأولى ايش راح تطلع عندي هنا؟ حيطلع واحد عدد صحيح 7 5. اوكي اما القيمة الثانية فش نسوي لها؟ نجمعها مع مقدار نصف ال 1 يونت ال اس دي اللي هي 0.05. فلهذا ايش راح يصير؟ حيصير 2 عدد صحيح 5 5. شو تعلمنا؟ هذا مباشرة ينزل طلاب، هذا مباشرة ينزل إلى بداية القيمة الثانية، وهنا فقط نضيف له مقدار نصف قيمة الـ 1 يونت اللي هي 0.05، كمل الباقي.
وهنا خمسة عدد صحيح سبعة خمسة وهنا خمسة عدد صحيح سبعة خمسة وهنا حيطلع لنا ستة عدد صحيح خمسة خمسة اللي هو قريب من هنا. المارك الكلاس مارك هو أيضا مثل ما نذكر هو حاصل جمع الكلاس نمت الفئة الأولى قيمها ونقسمها على شقد على اثنين، فلهذا القيمة الأولى حتكون اثنين واحد عدد صح أو اثنين عدد صحيح وخمسطعش، هنا حتكون اثنين عدد صحيح وخمسة وتسعين، هنا حتصير ثلاثة عدد صحيح سبعة خمسة، هنا حتصير أربعة عدد صحيح خمسة خمسة، ومن ثم خمسة عدد صحيح ثلاثة خمسة، وهنا ستة عدد صحيح وخمسطعش. وهمين حتى نتأكد مثل ما تتذكرون هنا الفرق ما بيناتهم أو حاصل جمع بالنسبة لهنا ايش قد حيكون اللي هو شيء مثل class width اللي هو 0.8. نستخرج الفريكونسي، نستخرج الفريكونسي بالنسبة للأول حيكون 2 4 7 12 8 3 حاصل جمعهم 36. طلاب هذا بالنسبة للديتا رقم 2 بصراحة لأن ماكو وقت يعني يا دوب نلحق نحل هل نقدر نحله مثل ما يقولون. فبالنسبة للديتا رقم 3 هذا السؤال يعني أوكي هو حالة حال هسه البقية اللي حكيناها، فراح نحاول نحل هذا المثال هذا complete the following frequency distribution. هنا ايش منطيكم؟ هنا منطيكم الكلاس ليميت، الكلاس ليميت يبدي بقيمة 3 عدد صحيح و38 ويتمثل القيمة الصغرى، بينما القيمة العليا اللي هي 3 عدد صحيح و79. وايضا ايش منطيكم؟ الفريكونسي. اذا انا هنا اقدر من خلال هاي القيمتين المعطات استخرج خلينا نقول الرينج وعلى اساسها استخرج باقي القيم. فلهذا اول شغله راح نشتغلها رينج ايش راح يساوي لنا 3 عدد صحيح 7 9 ناقصا 3 3 8 حيطلع لنا 0.41. هاي شو تمثل؟ هاي تمثل القيمه الاولى. نستخرج بعضها اسف اللي هي التوتال ويدث، التوتال ويدث اللي هو الرينج زائدا ال1 يونت ان ال اس دي، فلهذا ايش قد انا عندي 0.41 زائدا طبعا حسب المثال اللي احنا معطيه لكم هنا ايش قد هنا عباره عن مرتبتين بعد الفارزه، فبالتالي راح تكون 0.01 فراح يكون اذا 0.42. راح نستخرج الكلاس ويدث، كلاس ويدث شو يساوي لنا؟ هو عبارة عن التوتال ويدث 0.42 على number of class. اوكي number of class شلون نجي نستخرجه؟ طلاب انتبهوا هنا، انتبهوا على هاي الشغلة. لنفرض أنا هنا منطقتكم طبعا الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أنا منطقكم هاي، بس إيش كم فريكوانسي طلاب أنا عندي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، معناته إذا الفئات، الفئة اللي تحقق لي أو الفئة الأفضل أو يعني اللي طلعت لي على أساسها كان اللي هي الكلاس ويدث، أكيد يا فئة حتطلع لي حتكون رقم ستة. فلهذا أنا كتبت هنا مباشرة نشقد ستة. حنعيد الملاحظة على السريع طلاب، أنا منطقكم هاي الواحد واثنين ثلاثة مفروض هاي أنت تكتبها على باعتماد على إيش أنا كتبتها، يعني هنا الفريكونسي كم فريكونسي منطقكم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، فمعناته إذن عدد الفئات هي ست فئات اللي انطتني الكلاس وديت الصحيح، فبالتالي إذن هنا إذن هي ستة، فبالتالي إذن هي 0.07. أوكي خليناها، أكيد وراها
شو راح نستخرج؟ الـ interval. فإذا هسه مباشرة الـ class interval شي يساوي لنا 0.07 ناقصا 0.01 إذا حينطيني 0.06 هاي القيمة اللي بالنسبة للانرفال. هسا حنحاول نملي الجدول مثل ما يقولون هنا. مثل ما قلنا احنا الجدول هو بدأ مش كم قيمة وحدة وحدة 2 3 4 5 6 القيمة الأولى اللي هي 3 على الصحيح و 38 اوكي انتهت هنا المفروض بالقيمة اللي هي 3 على الصحيح و 79 نجي نشتغلها. احنا ايش قلنا هنا حتى اطلع القيمة العليا للفئة الأولى اضيف لها المن اضيف لها الانترفال اللي هو ايش قد قيمته 0.06 فده مباشرة حينطيني 3 عدد صحيح 4 4. حتى نستخرج هسه هنا القيمة الأولى الدنيا للفئة الثانية هي عبارة عن القيمة العليا للفئة الأولى مضافا إليها بمقدار الـ 1 يونت اللي هو 0.01 فبالتالي حصير 3 عدد صحيح و 45 وهكذا لبقية القيم. اوكي لا عدد صحيح 72 وهنا القيمة الأخيرة اللي هي 3 عدد صحيح 73. طبعا طلاب احنا هاي شو استخرجنا يا طلاب الأعزاء؟ هذا هو الليمت. اوكي ما ننسى هسه ايش لازم نستخرج؟ لازم نستخرج الباوندر. اوكي شلون نجي نستخرجها؟ مثل ما قلنا اللي هي عبارة عن الكلاس ليمت يعني الفئة مال الكلاس ليمت ناقص زائد نصف 1 يونت ان ال اس دي. هنا ال 1 يونت ايش قد 0.01 انقسمه على 2 الناتج اللي راح يطلع لنا نطرحها من القيمه الاولى اوكي من القيمه الاولى اللي هي الحد الادنى ونجمعها مع القيمه الثانيه اللي هي الحد الاعلى فبالتالي على هذا الحكي راح تكون طبعا القيم طبعا من طرحوه وش قد تكون قيمته 0.001 تقسيم 2 حيطلع لنا 0.005 اوكي نجي نكتب هسه اول واحد 3 على الصحيح 3 7 5 وهنا ايش قد حصير 3 على الصحيح 4 4 5 هنا سوينا هنا طرحنا منو 3 عدد صحيح و 38 من 0.005 مفهوم طلاب؟ هنا سوينا هنا جمعنا ويا من؟ جمعنا ويا 3 عدد صحيح 4 اوكي 3 عدد صحيح 4 4 بمقدار شقد 0.005 اوكي طلابي نكمل فهنا صار 3 4 4 5 3 5 1 5 هنا نجي 3 على الصحيح 5 1 5 وهنا 3 5 8 5 من ثم هنا 3 على الصحيح 5 8 5 احنا قلنا هاي القيمة مباشرة ننزلها اوكي هناك بس كانوا نجمع و 3 6 5 5 هنا حصير 3 عدد صحيح 6 5 5 7 2 5 هسه المارك شو راح نستخرجه طلابي؟ راح نستخرجه من حاصل جمع
مقدار الفئة الدنيا والعليا الملي. الفئة الأولى يعني 3 عدد صحيح و38 نجمعها و3 عدد صحيح و44 ونقسمها على 2 فنستخرج القيمة الأولى اللي هي 3 عدد صحيح 4 1 هنا حصير 3 عدد صحيح 4 8 بعدين 3 عدد صحيح 5 5 وهكذا. طبعا حاصل قلنا الفرق ما بيناتهم هو عبارة عن الكلاس ودث اللي هو إشقى الطلاب الأعزاء اللي هو 0.07 ومن ثم نستخرج الفريكوانسي. الفريكوانسي هنا حيصير 2 6 13 10 7 2 6 13 10 7 2 طبعا أكيد أكبر فئة هو إحنا مبينة نقدر مباشرة نشوفها اللي هي الفئة الثالثة لكون عدد قيمها 13 قيمة. أشكركم جزيل الشكر لاستماعكم إلى المحاضرة وإن شاء الله ما طولنا عليكم. الصحة والعافية لكم جميعاً.